صراحه منشر كان مود، ولما عرض عليا وقال لي سامح كمان هيبقى معانا في الموسم التاسع او العاشر، انا فرحت جدا، قلت له يلا ان شاء الله بس مش لرمضان، بعد رمضان ويتفتح لي موسم تاني ان شاء الله. وبعدين الوقت ده الوقت ده هو في اكتر من زنقه يومين اطلع مسرحيه، في اكتر من كده زنقه، لكن لو بعمل مسلسل عايز ديكورات وعايز كتابه اساسا وعايز الوقت ده ما ينفعش، مش يبقى زنقه وينفع، لا ما ينفعش خالص، ما بعرفش اشوف مستقبل خالص. يعني اقدر اتكلم على الواقع، لكن انا شايف ايه اللي ممكن يحصل وان ده ينجح او ده ما ينجحش، يا نهار ابيض انا كنت نفعت نفسي على الاقل. حصل كتير، حصل كتير، بس مش بالضروره ان ينجح او ما ينجحش يبقى في مقياس ثابت للنجاح او عدم النجاح، ملهاش مقياس ثابت. ممكن تتعمل تجربه وتنجح وممكن تتعمل تجربه وما تنجحش، ما اقدرش اثبت قاعده لحاجه زي كده. هو كان حاجه مصري قوي، الاحداث كلها مصري، المواضيع نفسها، انبوبه البوتاجاز، الكهرباء، اللحمه، غليه الخضار، ايه من خلال عيله مصريه، والعيله دي لازم تبقى مصريه، مفيش واحد بيعيش مع مراته وبنته وامه واخته واخت مراته وحماته في بيت واحد غير لو مصري يعني. فهي العيله المصريه دي بالاحداث اللي بتمر بيها، بالمشاكل اللي بيمر بيها البلد نفسها، كان دايما بتتقدم في حلقات، فعشان كده الحمد لله عملت رد فعل جميل يعني.